السلام عليكم، هنسجل تدريبات نهائية على اختبار القراءة لجريد 6 اكسس. ابدأ يا فريد. Hi, my name is Sally. My favorite thing is to do playing soccer. I started playing when I was 4 years old and I love it so much that I play 3 times a week. In winter, when the weather is cold, I play indoor soccer. That means I can play my favorite sport all year around. I'm also learning how to play badminton. You need a shuttlecock and a racket to play badminton. I think playing soccer is easier than badminton. My brother's favorite hobby is horse riding, and he even has his own horse, Clancy, who lives in our grandparents' farm. طيب، يعني ايه كلمة سكر؟ Football. ليه الفوتبول بس بالامريكان، بالامريكان انجلش. هو از كلانسي. His horse. فيري جود. يلا يا ملاك، فيرست كويشن. What is Sally's favorite sport? My favorite sport to play soccer. سكر اللي هي سكر يعني ايه؟ Football. اللي هي فوتبول. نمبر 2 يا احمد السعيد. What does Sally brother like to do? Horse riding. Ride horse. مظبوط. انا عندي سالي وان سالي سالس براذر هورس رايدنج، يبقى رايد هورسز. تمام. طارق، Yes, teacher. How often does Sally play soccer? Teacher, for 3 times, 3 times. 3 تايمز. شاطر يا طارق. يلا يا عبد الله. سالي، Sally always is learning to play badminton. ليرنينج. سالي تعال نشوف. True. يا بترو. يلا يا محمد عبد الرحيم. Yes, he do. Clancy live in his grandparents' farm. Teacher, true. يا بترو. ايه القواعد؟ يلا يا جنى. Ahmed is all his friends faster than صح، all his لان friends. هنا احمد ومقارنة مع هيز فريندز، يبقى نحط اي ار وذان للصفر. مالك خليل؟ طيب مش مع المفروض يكون فاست لأن هو أسرع واحد من بين أصدقائه. لو الأسرع ما بين أصدقائه لازم تكون ذا فاستست، مش موجودة. يبقى نختار إيه؟ يبقى المقارنة ما بينه هو وكل أصدقائه، فتبقى فاستر ذان. إنما القاعدة التانية بتاعت السوبر ديتيف لازم يكون ذا فاستست، مش موجودة. يبقى دي الأصح. مالك خليل؟ I think BA than science I think is easier. إز هنا في ذان، فياخد إيه؟ Easier. شاطرة. ريهام، She gone to Brazil in the holiday. خلينا طيب نحللهم واحدة واحدة. انت قلت جان ده التصريف تالت. التصريف التالت لازم يجي قبله يا اما هاز يا اما هاف، مش موجودين. طيب جوينج، ما ينفعش اخد جوينج الا لما جوز يكون في ام ويز وار، يبقى شي بتاخد جوز. صح كده. احمد محمد، احمد محمود، سوري احمد محمود. يلا يا احمد. امنه، Yes, teacher. Amna like cats. امنه مفرد، يبقى تاخد doesn't ولا not
ولا دونت؟ المضارع البسيط لما يكون الاسم مفرد بناخد doesn't doesn't. المفرد بياخد okay الفعل زائد اس اللي هو هي وشي وات، والاسماء المفرده بتاخد الفعل زائد اس او اس او اس او نسينا براء. تمام. او تاخد does في حاله السؤال او نفي. لحظه كده اتصل على براء. براء كان معانا امس؟ نعم كان معانا امس. اوكي السؤال التالي يا سيف. teacher can hear me now انا سامعك بس نفس المشكلة، في تقطيع في الصوت. teacher انا طلعت وعملت كل حاجة بس برضو مش مش عارف النهارده ايه okay المشكلة. حتى لو تدخل من تليفون يا سيف هيكون افضل. اي ايت؟ ها okay teacher I eat lunch at 4 p.m. تمام، خلاص اقفل المايك وحاول تغير الجهاز. حروف الجر للزمان اللي هي ان on at وان one at وات. ان بتاخد السنين والشهور والمواسم، يبقى ان سنين هتاخد، وشهور وساعات لا ده دي الأغنية، احنا لسه هنشرح الأول. ان بتاخد سنين والمانث الشهور والمواسم اللي هي السيزونز، اللي هي ايه؟ اللي هي الوينتر والسبرينج والسمر وهكذا. السيزونز اون بتاخد الايام، الأسابيع لا الايام والاسابيع هذه يعني ايام الاسبوع عامه، بتبقى ايام الاسبوع هي تاخد اون. قصدك ايام الاسبوع، كل يوم منفصل بروح. طب لو قلنا ويك اند دي تبعات، يبقى اون بتاخد الايام وتاخد التواريخ زي السكند، بس لازم تكون بالشكل ده سكند ثيرد فورث مثلا اوف ديسمبر اللي هو اليوم الوطني اللي قرب يجي. اما اد فتاخد ايه؟ تاخد الساعات تايم اللي هي التايم، يعني مثلا 9 اوكلوك اي ام يعني صباحا، وبي ام يعني مثلا. قولي يا ملاك الأغنية عشان حاسك متحمسة للأغنية، يلا قولي ملاك فضل. نعم مستر الأغنية بتاعت ان ون وات، ان إن أنا أتش أيام شو ساعات لا سنين شهور ايام ساعات. قوليها تاني. إن أنا أت سنين شهور ساعات ايام وراح فين الايام؟ اون مع الايام وات مع الساعات. يبقى خدنا ات ليه؟ عشان ات مع الساعات. اللي عليه مين على الدور؟ فريدة. What do you like doing in your free time? في تكوين السؤال بنستخدم اداة الاستفهام، وبعدين نقدم الفعل المساعد عن الفاعل اللي هو دو، وادي الفاعل نفسه اللي هو يو. ملاك 2 years ago, I fell in a هي المفروض اي helicopter. فلو، يعني انا طرت انا هليكوبتر. In helicopter, I remember the feeling of so اول extreme. فيلينج اوف يعني شعور الاثاره، الاثاره يعني ايه؟ Excitement. اكسايتمنت. هلا يا براء. طب يلا يا احمد سعيد. هاف يو مع هاف، هاف بناخد ايه بعد هاف؟ Have you ever seen an التصريف elephant? التالي. احسنت، مع هاف وهاز بناخد التصريف التالي. طارق Yes, teacher. I have never tried Italian food. طب ليه تراجعت عن هافنت؟ Teacher, because there is never. برافو عليك، لان نيفر هي اصلا نفي.
عبد الله. قاعدة وايل عبد الله، قاعدة وايل في صف سادس، الطرفين مضارع، سوري الطرفين ماضي مستمر، واي شيء مستمر لازم يكون في نهاية الفعل ايه؟ I was. Well, I was played. لا احنا قلنا was او where وام was وار، بيجي وراهم الفعل زائد ING. ing، عشان كده هتلاقي الطرف الثاني my sister was برضو فعل ing، was playing، was playing، الاثنين نفس الشيء. اما قاعده اف، قاعده اف الحاله الاولى الطرف الاول بيجي مضارع بسيط، الطرف الثاني والمصدر. مضارع بسيط يعني شو يا محمد؟ يعني مع يو وزي واي، ها وي ناخد الفعل في We they I if you if you healthy food your body will be healthier. If you eating healthy food your body will be healthier. انا عمال اقول مضارع بسيط وشرحت لك القاعده، ومع يو وزي وي واي Eat. بناخد ايه؟ ايت بس، Yes. تمام. انما ايتنج Yes. ما ينفعش اخد ايتنج او الاي ان جي الا مع خمس افعال، يعني لازم يجي ورا، لازم تيجي ورا ام او از او ار او واز او وير، او يجي لي مثلا فعل لايك والفعل اللي وراه اي ان جي، غير كده ما ينفعش اخد اي ان جي. المفردات، يلا يا جنى اقرا المفردات اولا. Jump can strong hockey better car goal كاميرا جوجلز، يلا أول واحدة فاطمة. فاطمة مستر نكتب have أو has لا احنا هنا هنختار كلمة من فوق، فاطمة هاي ان جيمناستكس، يعني فاطمة تستطيع أن تقفز عاليا في الجمباز. فاطمة can كان شو كلمتين مش كلمة واحدة، كان جامب صح، كان جامب. اوكي يلا يا ملك، ملك خليل. playing is hard for me. playing hockey is good for me. اوكي اوكي يلا يا ريهام. I need goggles to swim. good. أحمد محمود، أحمد محمود يلا. Yes, teacher. ريم ليفتس، Rev left with she is a هي بتشيل أثقال، هي هتكون إيه؟ هوكا لا بيتا بيتا لا اللي بيشيل أثقال هيكون إيه؟ قوي صح؟ yes يبقى قوي يعني ايه؟ strong strong سترونج، شاطر يعني. يلا براء. ماشي يا مستر working is better than sleep better than sleeping، شاطر. writing what is your favorite sport؟ يسير. My favorite sport is playing football. اوكي يلا فريد، what equipment do you need for your favorite sports sport؟ write three sentences، قولي لنا ثلاث جمل عن، قولي لنا انت رياضتك المفضله شو؟ Playing basketball. بقول my favorite. My favorite sport is basketball. You should use ball. باسكت بول اللي هي الكرة يعني بتاعت الباسكت بول، بعدين عندي الباسكت اند باسكت بلاي جراوند، يبقى بول باسكت بول اند And بلاي play جراوند، ground. تمام. Teacher, I ممكن have another answer to اوكي، يو كان تيل اس، يلا
my what is your favorite sport? My favorite sport is football. What is equipment do you need for your favorite sport? Write three sentences. You need ball and you can play anywhere. You need goal posts, two goal posts to play. And you need a ball to play. اوكي، طب شو رأيكم كل حد يكتب عن his favorite sport والequipment اللي بيستخدمها في 3 جمل؟ يلا معانا only 5 minutes. مثال عليك في الشات. في الشات بوكس اكتبوا، في الشات بوكس 3 sentences about your favorite sport and what equipment do you need for your favorite sport. نعم، تسافر ايه يا احمد؟ بس انا قلت لك يا احمد قبل كده لازم يعني نكتر الكلام شويه، لان كده مش هتاخد العلامه كامله، هتاخد ربع العلامه كمان. قول يا احمد، يلا عبر. اقرا يا احمد I love او all my favorite sport. My favorite sport is football. I need equipment like football and goals and some friends. تمام كده كويس، بس يعني كتر شوية كمان عشان يكون 3 سطور او 3 جمل كاملين. احسنت يا احمد، يلا جانا قرائي. Yes, Mister. What is your favorite sport? My favorite sport is football. What equipment do you need for your favorite sport? We need goal, football. جول بوستس، فوتبول، بلاي جراوند، اند بلاي جراوند. طبعا اكيد الاولاد بنحتاج شورت اند تي شيرت وكمان شوز فور فوتبول شوز. اوكي Teacher, me finish. تمام، Teacher, send. اقرا يا احمد سعيد. My favorite sport is football. I need football, socks, shoes, and t-shirt. I play football with my brother. تمام يا أحمد، ممتاز. يلا فريد. My favorite sport is swimming. You need this equipment. Goggles, swim clothes, and others. اوكي، ممكن نقول كمان I love playing sport playing football عشان يكون 3 جمل. يلا يا جانا كملت صح؟ اوكي، مين تاني بعد؟ طارق، يلا طارق. Yes, teacher. My favorite sport is dodgeball. You need three things. One, a 10 balls. Two teams, red and blue. Three, you need to be strong to throw the ball, to throw the ball to a mate. ايه لعبة الدو بول دي؟ أول مرة أسمعها دوج بول تيتشر نوت دوج برضه، يعني شو هي؟ مش فاهم.
Teacher, this is a game. You throw a ball at someone. If it's touched, he's eliminated. اوكي تمام. مين كمان؟ سيف، يلا سيف. اقرأ يا سيف، Teacher, I'm finished. اقرأ يلا. In my free time, I like to play football, play video games, and reading books. But in the mosque, I play football with my friends. I play it in any place, and I want ball to play it. اوكي يا سيف. محمد، اقرأ يا محمد. Teacher, يس هذا يس مستر. My sport is football. You need ball. You can play anywhere. You need a goal post and you need football to play. very good. عبد الله، أستاذ عبد الله خلصت. تمام. عبد الله بعت الأول، اقرأ يا عبد الله. My favorite sport is football. I need goal and ball and t-shirt and shoes. تمام يا عبد الله، بس يعني ممكن نكتب جملة زيادة أكتر. ممكن نقول I love my first sport عشان تكون 3 جمل. بعدين اقرأ يا براء. طيب My favorite sport is it's football. I need ball, goal, and t-shirt. اوكي، ناقص جملة كده. ممكن تقول I play football with my friends in the playground عشان تكون ال3 جمل ليهم معنى. ريهام، يلا ريهام. My favorite sport is football. I play it with my cousins. We distribute other to two teams. We need goal, attackers, defenders. تمام. هو الجمله بتاعتك حلوه، بس لازم ما ينفعش اعملها كقايمه 1 2 3، لا هعملهم وي نيد جول بوستس كوما اتاكرز. هي يعني هو مش المطلوب الاكويبمنت طبعا، ما فيهاش ايه، ما فيهاش مهاجمين ومدافعين، لا هي الاكويبمنت اللي هي البول وجول بوستس، وممكن نقول بلاي جراوند، وحتى البلاي جراوند تعتبر مش اكويبمنت. ممكن نقول تشيم بادز اللي هي واقي الساق، ممكن نقول تي شيرت اند شورت، وممكن نقول اي بلاي ات وذ ماي فريندز. شاطر يا ايهاب، يعني ايهاب عمل شيء يعني مختلف، بس هي بس الجزء اللي هو بتاع الترقيم كان مش مظبوط. مين تاني ما كتب؟ مين؟ طارق وعبد الله عاملين صاحب مع بعض، شيء حلو يعني. انا احب شخصية طارق، انه شخص اجتماعي وفن يعني، بس يعني واخدوا نقرا رقم بعض وبعدين ايه تتعرفوا بعدين. ملك، يلا ملك. My favorite sport is swimming. I play with my sister. I need goggles. جوجلز صح، بس بالنسبة لل انت قلت my favorite sport is swimming، هقول I swim with my sister مش I play I swim، لكن كويس. حد تاني لسه بيكتب؟ ملك خليل وين؟ ما أرسلت ملك صح؟ يلا ملك. طيب خلونا نستكمل. ده حلناه مع بعض قبل كده. سؤال ترتيب الجمل، سؤال مهم جدا، أول مرة يجي هذا العام. هو يعتمد على فهمنا للقواعد. احنا قلنا بنبدأ الأول بالفاعل، ولا في فعل مساعد، فعل أساسي، تكملة الجملة. الدور على كان مين آخر حد؟ هل كان جانا؟ أعتقد يلا يا لا ملك. مش ملك أنا حليت الأولى. جانا حلت الأول، جانا ملك ريهام.
احمد محمود البراء هو الحل اخر واحد. يلا سيف، يلا سيف. نبدا الاول بالفاعل. الفاعل وي وبتاخد الفعل المساعد اللي بيجي وراها ار. ها are we are try we are going to try outdoor activities. تمام كده، يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا الفاعل، الفعل المساعد، الفعل الاساسي، وتكملت الجمله. فريده، السؤال اللي بعده. Next month I'm going to Canada with my family. مظبوط، لان كمان كلمه next بدات بكابيتال ليتر، next month وكوما I am Going going to Canada to with my family. Canada with my family. شاطرة جدا يا فريد. يلا يا ملاك، الفاعل I for I فعل، for الفعل وين؟ لا I have I have many so many so many so many plants fun plants. فان بلانز. ليش؟ لان هذه الصفه وهذا الموصوف، دائما الصفه تيجي قبل الموصوف. تمام يا ملاك. احمد السعيد، دور على الفاعل الاول. I am going I am going take To take. I am going take lots of فوتوس. احسنت، ممتاز جدا. احنا لازم ايه الاول نمسك طرف الجمله اللي هو الفاعل، وبعدين الفعل لو في فعل مساعد فعل اساسي، ونكمل. طيب هنا الجمله مش هتبدا بفاعل يا طارق، بس هندور على الكلمه اللي بتبدا بكابيتال ليتر. There teacher ايه there 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 is a big forest there. big forest there. there الثانية معناها هناك. يلا يا عبد الله. When we we are الفعل الأساسي we are studying staying. in a ايوه nice hotel. شاطر جدا جدا عبد الله، احسنت. الرايتنج، لو جاني عن لايف ستايل هابيتس، يعني عن العادات الجيده للحياه، مين يحط لي افكار؟ ها لايف ستايل هابيتس، مين فاكر الدرس هذا؟ كده انت فاكر يلا قول يا سيدي. بلاك بورد eating تمام، healthy food drink plenty of water take plenty of sleep very seven good، hours at least in the day برافو عليك. صح، teacher هم 4 نقاط احنا خدناهم في درس من الدروس. قول يا محمد. eat dark chocolate and keep away of white bread and white chocolate. حلو، تعالى بقى ايه نصنفهم كده. eat، Teacher, قول يا احمد. wake up early, sleep early. خلينا نقول ايه، هيلثي فود او الواحد مش عارف ليه بيقلب ازرق. هيلثي فود، Drink plenty of و drink plenty of water. ماشي، do exercise. صح، يبقى هيلثي فود و Do sport. do sports، Do sport. وممكن نزود كمان واحدة كده اللي فوق اللي هي drink water، وفي كمان واحدة رابعة اللي هي ايه؟ sleeping. Sleep early. sleeping مظبوط. هنصنف بقى الهيلثي فود، يعني هنقول you should eat healthy food like Eat dark chocolate. like اوكي okay.
like fruit and vegetables. دي أول واحدة. التاني هنقول eat whole grain food You should like brown bread و brown rice و eat dark chocolate instead of milk chocolate. لو كلمنا عن We this should sport eat. We should eat eat شو؟ vegetables. vegetable. انا قلت vegetable و fruit بالذات. بعدين do sport, you should do any sport. ايوه حد بيتكلم؟ تمام. الصوت عامة بيقطع. ودريك كم الووتر، كمية الووتر؟ دريك بلينت اوف ووتر يعني 8 كابس. 2 لتر 8 كابس while sleeping 8 hours 8 hours. teacher 75 for your body is water صح percent is water اوكي صح مظبوط. وبعدين بقى نرتب الافكار دي في باراجراف. انا اعتقد ان هو مش هيجي باراجراف عن يمكن يجي، بس احنا عامه قلنا 4 اشياء مهمين. دلوقتي هنروح لسؤال الميز. أستاذ. هما قالوا لي أستاذ هما قالوا عن الفاميلي والديزرت وفري تايم فري تايم ما قالولناش عن النظام الغذائي. yes. اوكي طيب هنا عندي هل سؤال واحد من ميز. واحد بس من ثلاثة، مش الثلاثة، واحد بس. ممكن يجي اثنين مع بعض مضمونين في بعض زي الفاميلي والفري تايم. سؤال الميز، ما بحبش سؤال الميز بالشكل ده. خلينا نشوف واحد تاني يكون يعني في قطعة واحدة. ترتيب هنا سؤال ميز. طيب سؤال ميز هذا بيخلي الجميع يحلوا في الشات بوكس. يلا كل حد يفتح كده، يكتب لي نمبر 1 از ولا ام ولا ار، نمبر 2 وهكذا. يلا ابداوا حلو عشان نشوف هنجيب كام. مستر كل واحد لحاله ولا كلهم مع بعض لحالهم؟ كل حد يحل بروحه في الشات بوكس.
تمام، هننتظر باقيين بس يخلصوا. تمام يا سيدي. Teacher, I'm finished. تمام. تمام يا ريهام. Teacher, did you see mine? انا مش هشوف اي شيء، انا بس كله هحل الاول عشان كاننا في امتحان، نحل كلنا وبعدين وسبعة هطلب. مستر اي فينيش تمام، وبعدين هطلب كل واحد يحل سؤال وانتوا اعرفوا اخطائكم من نفسكم. لسه في حد بيحل؟ براء، احمد، محمود، عبد الله. خلصت؟ عبد الله خلص. تمام، طيب خلونا نبدأ. طيب مين كان أحد آخر حد جاوب؟ كان سؤال الكتابة وكان آخر سؤال. مين حل السؤال ده؟ أنا خمسة. مين؟ عبد الله. عبد الله آخر حد. طيب يبقى دور على محمد دلوقتي. يلا محمد. Yes, sure. My name is Ahmed, and I am a grade 6 student. تمام، يبقى الأولى أم. يلا يا جنى. I live. I live in the UAE. مريخ خليل. Here is a picture of. Here is a picture of mine's cat. مين يعرف إجابة السؤال رقم ثلاثة؟ Mr. Ramai. Teacher, Teacher, I. Okay. محمود. عايز حد كده كرييتيف ويقول لي الإجابة الصح. أحمد محمود. قول يا أحمد. شو؟ أي. مي. كلهم Teacher. غلط، كلهم غلط، كلهم غلط. ولا واحدة صح. واضح ان في غلطة مطبعية هنا، اللي كتب غلط. ماي ماي صح. مين قال ماي؟ مي فريدة. شاطرة يا فريد، لازم تكون ماي كات، لما كلهم كل دول غلط. اوكي يلا يا ملك خليل برضو. ات تاخد شو؟ ميت بتاخد هاس. شاطر يا ملك. يلا يا رهام. هنا do you have. Do you have orange and white fur? Mr. A, do you have? اوكي do you have صح. do you have. طيب any أستاذ لا، هذا pets. السؤال 5 سنين. طيب ما هو خمسة، ما احنا قلنا it has خلاص، خلصناه. اللي بعديها يا بعد ريهام احمد محمود. my dad is. My dad is is teacher and teacher a teacher are teacher. are طب هنا في is اصلا، خلاص احنا مش محتاجين فعل مساعد. my dad is a teacher. تمام. in our local school we اللي دور براء. we show we not we know we not we don't. شاطر. we don't live in the city. One. اوكي تمام. يلا يا سيف. sometimes my cousin
My cousin stay with وشو؟ سيف رقم 8. teacher. Sometimes my My cousin stay cousins with. stay with us in our house. تمام يا سيف، Us. تمام. يلا يا فريدة، We we watch watch. films and we play games. طالما الفعلين زي يعني مثبتين، خلاص لو واحدة من فين اخد بط. شاطرة يا فريدة. يلا يا ملاك، do you live بيدرو؟ بيسألوا عن ليف، لما الاقي ليف على طول اخد Where? وير على طول. شاطرة. كمان سؤال، يلا الكل يبدأ يجاوب. أولا في حد غلط هنا؟ أكيد في غلط. المهم اللي بعده، طيب نبدأ نحل في الشات بوكس زي ما عملنا. أنا ليه بسيبكم؟ عشان أعطي فرصة إن كل حد يحل كل الأسئلة. ممكن أسأل حد والتاني مش مركز، لا هنا هركز في كل الأسئلة الأول وبعدين ناخدها واحد واحد. Teacher, what do we do? هنحل في الشات بوكس، هنقول نمبر 11 is ولا am ولا are وهكذا. يلا
ومستر إنجلش. تمام، لسه في حد بيحل؟ اللي وصل لي 5 بس. فضل الباقيين يخلصوا. تري سنت تمام، خلاص طالما اغلبنا خلص نبدأ نحل والباقي كمل الحل عادي. احمد السعيد، يو هتاخد. خلصت. تمام، You are very fine. يو ار اوكي. بعدين طارق، ماي داد. Yes, teacher. My dad was a teacher, but now he is. خلصت حل بعد. طيب عبد الله، but now he is. كلمة engineer بتبدأ بحرف الإي يا عبد الله، فهناخد معاها. Has. لا احنا نمبر 13، ان ولا ات ولا عشان كلمة engineer بتبدأ بفاول. أت ان الكلمة لما تبدأ بفاول بناخد ان، لو بدأت بكونسونانت بناخد أتي. هذه بره الموضوع. محمد يلا. اي بتاخد ايه؟ اي يا محمد. رقم 14 يا محمد عبد الرحيم. طب جانا شو. قول يا محمد. اي بتاخد. يس مستر. قول يا محمد وانا خلي جانا. 14. تيشر اي هاف. اي هاف. يلا يا جانا. Two brothers and one sister. My older brother and I like football. I always play with هم him عشان المذكر بياخد him. I think I am good footballer. I يا ملك خليل. I ate quite well. I can play. شاطرة. أحسنت يا. تسمعني؟ نعم أنا سامعك يا مالك. يا ريهام. Who is your favorite football player? شاطرة يا ريهام. أحمد محمود. however I ولا في سؤال تاني؟ 17. يلا يا أحمد محمود 17. is your favorite. Okay. احنا قلناها هو على فكرة صح. حلينا 17 18. يلا however I didn't go. However, أيوة yesterday. yesterday. هتاخد didn't go not went ولا don't go. yesterday يعني ماضي، أمس. Don't go. لا في الماضي، في الماضي ناخد didn't Teacher number one. 18. ده didn't. didn't go. يلا يا براء. I have exams and I need to study. I usually study in the library but today I. I am studying. اتحولت الجملة من الماضي للمضارع عشان قال today، فيكون I'm studying. شاطر. حل الأخيرة براء عشان آخر واحدة. ماشي بس. I am studying at home. I would love to visit the UAE. I'm sure The flight is expensive. the flight is expensive. How Much? much? How much a ticket? طب how much are ولا how much is؟ how much is تمام، عشان a ticket مفرد. هنحل ده مع بعض سريعا، كلنا نركز. يلا يا سيف. هلو سيف، حتى جاي اسمك اهو. يلا هلو سيف. did you أستاذ الكلمات مش واضحة اللي على ال...
على انا اليمين كبرتها الصفحة. شوية. يلا يلا يا سيف. سيف موجود ولا خرج؟ سيف موجود يا سيف. ممكن يكون عنده مشكلة في المايك. يلا يا فريدة. Did you Did you draw this picture? صوت مازال عندك مشكلة يا سيف. طيب يلا اللي بعده. هاي علي. Yes I did. I like drawing and painting colorful pictures. Colorful bit. Ali, that's nice, but I don't like the thing. I am. I am. هي دي رقم اتنين. I am. تمام. Always outdoors. صح. Taking always out. تمام يلا يا ملاك. ملاك رجعت. ايه يا مستر؟ يلا ملاك. I a lot of photos. I ايه؟ I take. تيك بدون اس عشان I ما تاخدش اس. I go to the desert and يا أحمد سعيد. I go to the desert. Watch. watch. طالما هنا هنا كان I يبقى هكمل على I watch. بعدين السؤال لطارق. They are very beautiful and interesting. I like to see all the different animals in the country that I visit last year. هنا تغير الجملة لأي زمن. past هنا كان present، هنا أصبح past. ننتبه النقطة دي إن الامتحان ممكن يبدأ مضارع وينتهي ماضي وبعدين يرجع مضارع مرة تانية، فلازم نكون أو يكون مضارع تام، فننتبه للنقطة هذه. يلا يا ترى. Yesterday I last year sorry last year I I went. went to Japan. تمام يلا يا عبد الله. I إحنا هنا last يعني كله ماضي. I see so seen. See. عبد الله. عبد الله ماضي. Seen. لا سين تصريف So. ثالث. so هي الماضي. Chicken answer. هو قلناها خلاص. يلا يا محمد دورك. نمبر 7. Some monkeys. They were interesting and very funny. I won't go to Japan again one day. Say that sound great. I have never go. طيب هنا have انا حاطط علامة على كلمة have Went. عشان يجي Went. بعديها تصريف ثالث. Yes. been Yes, been. to Japan. يلا يا جنى. I like doing things at home last Saturday. Okay. هنا يعني رجعنا تاني لإيه؟ لزمن. الماضي. يبقى I plays played playing. I played. صح عشان ماضي. يلا يا ملك خليل. I played computer games all day. I haven't. هنا رجع لي تاني المضارع التام. I haven't شو؟ I haven't. تصريف تالت. I haven't. when ولا one ولا went؟ One. شاطرة. آخر واحدة رهام. a lot but I always. هنا رجع لي تاني المضارع I always. مضارع بسيط. I بتاخد. I always had. Have. مضارع بتاخد. I بتاخد have. طيب كده خلصنا النهاردة الملف ده. ملف كبير جدا، ملف لكل الصفوف، يحتوي على قطع قراءة وميز وهكذا، خامس سادس سابع ثامن. إن شاء الله نبقى نشوفه فيما بعد. حصتنا هتكون بكرة صح؟ أيوة مستر. بكرة الساعة يس 8. يس بكرة يس الساعة 8 عندنا حصة، وعندنا يوم السبت حصة والحد حصة. هتقدروا تاخدوا الأحد ولا شو الوضع؟ عادي مستر، أنا بقدر عشان امتحان العلوم. خلاص يبقى مبدئيا عندنا حصة السبت وحصة الأحد إن شاء الله. مستر في إن شاء الله. خليها من الاثنين.